الأئمدة الذي أسمعه أو الذي يتردد لإيران نفوذ في السليمانية. إيران ما إلى نفوذ في سوريا، إيران ما إلى نفوذ في إذا تسمح لي أجاوبك. إيران ما إلى نفوذ في لبنان، إيران ما إلى نفوذ في ليبيا في يمن، إيران ما إلى نفوذ في بحرين، تمام. إيران ما إلى نفوذ في بغداد، بصرة، كربلاء، نجف، سماء وحلة، هاي صارت قراج. فشلون ما إلى نفوذ في سليمانية؟ إحنا أقرب موقع جغرافي إلى إيران من المناطق الجنوبية، من بغداد، من الحوثيين، من جنوب لبنان ومن سوريا، إحنا أقرب إليهم. شلون ما عندهم نفوذ؟ في أربيل هم عندهم نفوذ، في مناطق أخرى هم عندهم نفوذ، بس في سليمانية بسبب الموقع الجيوبوليتيكي لهم تأثيرات أكثر. تعرف أنا كلش عجبتني إجاباتك. أنا مشكورك. لا يعني تطلع منها تبررها، يعني طالما هم موجودين هناك، لكن هذا الوجود مقبول. أحكي لك حكاية كل الجميلة حول هالسؤال. ايه؟ كان عندي في أردن ندوة. ايه؟ حاضرين بالندوة حوالي 40 وزير سابقا، برلماني سابقا، صحفيين، كلهم حاضرين. واحد سألني قال إيران يدخل بعراق؟ قلت أمريكا ليش يدخل بعراق من بعد آلاف الكيلومترات؟ إيران بصفنا شلون ما يتدخل؟ يعني ما أعرف شنو منو قاعد ومنو قاعد ما قاعد بالندوة. بعد 10 دقائق اثنين قاموا من الندوة، واحد من خلفي مشى ضرب على كتفي قال خوش جاوبت باللغة الفارسية. ولذلك أنا من من السفارة الإيرانية حاضرين بالنتو وما أعرف بيهم قاموا وراحوا. وأنا هم قررت راح أقوم بعد. أشكرك شكرا جزيلا سيد ملا باختيار. أنا انتظرتك لكنه كان حوارا. أشكرك وأنا أعتذر من انتظرك. تحياتي لك. يا أهلا وسهلا، شكرا.